الزمان ثالث أيام عيد الإضحى المبارك. المكان وسط مخبزة شعبية في حي حيسية من ولاية القيروان. المشهد هناك كل عيد، حيث يتجمهر المواطنون لمحاولة الظفر بخبزة ثالث أيام العيد التي تشهد شحا في التزويد في كل المناسبات والعطل الوطنية. ولمزيد التفاصيل تنقل فريق الحياة FM لسماع صوت الشارع وأصحاب القطاع وللبحث في حقيقة أزمة نقص الخبز. كل الحرفاء هنا أجمعوا على ندرة هذه المادة الأساسية. تخسر الظروف ولا فهمتي المشاكل هي الدزيان ولا حل خبز سميد ما فماش، فرينة ما فماش، السكر ما فماش، باعتي وفيه بالوجوه في النوار يبيعوا فيه سميد. كيفاش الدولة وين هي؟ هاك تخسر خويا بالضرب يبون هاك تخسر هاك على عالم لكن صورت وشفت فهمتني علي كيف هاك تخسر الخبز بالضرب البون نتحرقوا خبزة للصغيرات والله من ناحية الخبز في البريود نتاع العيد حالة يوسف لها حالة مرزة حالة ما نوصل نمشي للكوشة إلا ما تلقاني خايف وأول حاجة مترك مين على بعضها دعبات تقول ما فماش كوش في القروات فهم والحالم انا الطاير حط الخبز هاو بالسيف ناخذ فيه السكر انا واحد من الناس راهي الحياه صعبه ياسر وابسط حاجه الخبز ولا بالمعارف ولا قيد اسمك وباش تاخذ خبزتين وثلاثه وتلقاه العبيد مطلق يقسم بالله العظيم ما عادش تحب ندخل الكوشه ما عادش نحب انا ندخل الكوشه يا رسول الله نحن فين زعما هما السرعه ما فماش المعامل ما فماش السميد والفرينه ما فماش شويه بالنسبه للكوشه هذه شويه عليها يا خاطر هذا وجاي في وسط البلاد يلزمها كميه اكثر يلزموا يزيدوا في السلع مش تبدا الخبز موفر في الكوشه خاطر الشركه واش تفك واش ترى تخدم في الشوايه يخدم لك 4 ساعه ويسكر الكوشه خاصة أن أغلب المخابز لا تزال مغلقة إلى اليوم وانتشار ظاهرة بيع الخبز بطريقة عشوائية في الشوارع. لنأخذ رأي أصحاب القطاع تحدثنا مع السيد فوزي صاحب المخبزة الذي أبدى رأياً مخالفاً لبقية من حاورناه فيما يخص هو ما الموضوع بتاع التزود وبتاع العمل بمناسبة عيد الأضحى في أمور ميسرة بإذن الله وانا نحن فيها مش مخلين برويحنا نحن فهمتني ووفرنا الخبز بإذن الله ولا بس وزيزات الناس هو ديما كل مناسبة يصير ضغط في القرآن بالذات هي خاطر القرآن ديما منطقة عبور فهمتني وبرش خبز قاعد يخرج للأجوار ويخرج للولايات الأخرى فهمتي فهو عادي معناه فهمتي كل موسم نحن نحضره له ولا بس نحن نكونوا في الموعد ولا بس تمشي دينا للأمور المريكلة وتزودنا بالخبز وبالفرينة ولا بس معناه لا بس الحمد لله قطع تخبط سلطة الإشراف ومشاكل القطاع العديدة يبقى المواطن بدون خبز حتى إشعار آخر. وسيم جملي الحياة فهم الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.